تمتاز باهتمامها في المجال المعرفي والثقافي. إمارة تمتلك 15 متحفاً موزعاً في مناطقها، تغطي مختلف أنواع الفنون والثقافة الإسلامية وعلم الآثار والتراث والعلوم والأحياء المائية، وبالتأكيد المخزون التاريخي الأصيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. مرحباً بكم في إمارة الشارقة، عاصمة الثقافتين العربية والإسلامية. ترى، ما الدور الذي تقدمه المتاحف في مجال الإثراء المعرفي؟ هي ليست فقط أماكن سياحية ومناظر جميلة، بل تكمن الأهمية في وجود المتاحف ودورها الثقافي بأنها كمدرسة وجدت لتعليم الأبناء والأجيال القادمة. هذا ما قاله صاحب السمو حاكم الشارقة، مبيناً مدى أهمية المتاحف وثقلها المعرفي في الإمارة. كما تساعد المتاحف مواطني الدولة في التعرف على أمتهم كونها نافذة ثقافية تطل على الأمس. استطاعت هيئة الشارقة للمتاحف أن تلعب دوراً بارزاً وحياً في تقديم أدق التفاصيل والمعلومات التاريخية والفنية والعلمية إلى زوار المتاحف، وغدت وجهة سياحية هامة في جدول السائح تعرفه على ثقافتنا وتاريخنا وتقرب وجهة النظر بين شعوب العالم. حماية التراث والأعمال الفنية ذات القيمة وذاكرة الشعوب الحية والحضارة الإنسانية تتلخص في إثراء حاضرنا من أجل بناء مستقبل أفضل.